مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من حياة هوم كوكينج. وصفتنا اليوم إلى عدة أسامي، أنا بعرفها بالسنينية أو قمحية بالمكسرات، عبارة عن قمح مقشور أو مش مقشور. أنا اليوم رح سويه مقشور، بنطبخه على النار حتى يستوي مع المطيبات. هلأ منشوفها، منقدمه بعيد البربارة أو إذا عنا مولود جديد طلع له أول سن، منقدم هالطبق ومنسميه ساعتها السنينية، عبارة إنه سنينه طلعوا للولد. وهيدا تقليد موجود عنا بلبنان، ما بعرف إذا بدول تانية كمان نفس الشي. الطريقة العادية هي إنه ننقع القمح قبل بنهار، بس في حال نسيتوا هالشي تعملوه في طريقة سريعة، بنوضع القمح مع المي بالطنجرة على النار، الغطا مسكر عليها، بس ما تغلي نطفي النار ونتركها بالمي المغلية لمدة ساعة أو ساعتين، ترجعوا بتسلقوه مثل العادة وبيستوي بسرعة. بالنسبة إلي أنا نقعت القمح قبل بنهار، قمت تاني يوم غسلتهم دورين وصفيتهم وبضعهم بالطنجرة مع المي المطلوبة، وبسكر على الطنجرة وبنطر ليغلوا. بس ما تغلي بتطلع قشوة بشيلها. بدنا نشيل كل القشوة اللي عم تطلع، بس ما نخلص من هالمرحلة منخفف النار ومنسكر على الطنجرة ومنتركها حتى تستوي. القمح المقشور ما بياخد وقت أبدا على النار، وبالأخص نحن نقعناه قبل بليلة، بده نص ساعة لثلاث أرباع ساعة. المكونات اللي رح حطها موجودة قدامكم على الشاشة. مكونات القمح دايما على الذوق، السكر على الذوق. من بعد ما يستوي القمح فيكم تحلوا ما تحلوا، كل واحد يحط السكر يلي بحبه، هيدا شي على ذوقكم. أنا وضعت كمان القرفة، بيعطيها نكهة كتير مميزة، كمان هالشي على ذوقكم. الكمية تحبوا تجربوها، جربوا بشوي وذوقوا وصدقوني رح تحصلوا على طعم كتير طيب. كمان أنا إذا لقيت الخليط جامد شوي ما برخيه بالمي، برخيه بمية اليانسون، بغلي شوية يانسون وبضعهم فوق الخليط فوق القمح من دون الحبوب، أكيد بدي صفيهم، بخلطهم سوا تياخدوا طعم رائع جدا. ضلني زيد مية اليانسون لانتو تشوفوا الكثافة القمح اللي بدكن اياها اللي بتحبوها. ما في اي مشكلة بمية اليانسون، قد ما بتحبوا بتزيدوا. هيدا كله على الذوق، اليوم الوصفة على ذوقكم، انتو بتطبخوها مثل ما انتو بتحبوا، مع سكر بلا سكر، مع يانسون مع مي، بس بفضلها مع يانسون. كمان بدنا نزيد يانسون الناعم، مش بس ميته، بدنا نزيد البهار تبع اليانسون. طحنت شوي ملعقة ونص وضعتهم على المزيج، كمان رح يعطي نكهة كتير رائعة. أكيد بدهم خلط، كل ما نزيد مكون بنخلط حتى يدوب هالمكون بقلب القمح. بهالمرحلة هيدي هي كثافة القمح يلي أنا بدي إياها، القمح مستوي. آخر شي منزيد المزهر رح يعطيه طعم كمان طيب كتير. وهذا القمح خلص وصار جاهز حتى يتقدم. شو رأيكم بهالوصفة؟ إذا حبيتوها ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. نسكب القمح بالجود أو بالكاسات، في ناس بتحبها سخنة، في ناس بتحبها فاترة مسقعة، كل واحد على ذوقه. منزينها بالمكسرات مثل الجوز، اللوز، الفستق الحلبي، الصنوبر، الرمان والزبيب. الزبيب بيعطيها حلاوة، في ناس بتحليها بالزبيب ما بتحط سكر أبدا، كمان هيدا الشي على الذوق. كمان منزينها بحبوب الرمان بتعطيها حلاوة كتير طيبة، وشكلها بيطلع كتير مهضوم مع الزينة. وهيدي وصفتنا لليوم خلصت، بتمنى لكم أعياد مباركة وعقبال كل سنة. من حياة هوم كوكينج بشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.